تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. طحن امو زدوا لينا ساعة ما تشاورتوا مع الشعب، ما على بالكم حتى واحد اللي قال لكم راسكم كديروا بلا ما تعتبرونا بحال حنا ما كاينينش. رأساس ديال الدولة هو الشعب، والشعب لا ناضي يهضر على حقه، اقسم بالله حتى تزيان ما بغيناش حنا احتجاجات، بينا ثورة تنوض في هذا البلاد. يخرج المغرب كامله ديك الساعة غادي تشوف حكومة كترعد. دابا يجوا بهاد العياشة والعبيد اللي كيركعوا وكيبوسوا لي الدين هما اللي كيجهلوني في هاد البلاد هادي، يجي دابا يبدا يسب فيك شو انت كيداير، ما كتعرفش تهضر، ما كتعرفش. وناقش معايا المضمون، هاد الدولة شفارة، محمد السادس وكلنا رزقنا بالدلائل. محمد السادس من اكبر الخوانة اللي كاينين في المغرب، علاش؟ حيت كيمشي كيحط الفلوس تاعو في بنما معترفة ببوليزاريو. قولوا لي هادي ما كايناش. محمد السادس كيهرب الذهب بالطائرات الخاصة ديالو للخليج، قولوا لي هادي ما كايناش. محمد السادس هو سبب هادشي اللي كنعيشو حنا الان، قول لي هادي ما كايناش، عطوني دلائل. دابا جي نتا ولد العايره يا ابن الرخيص يا ترك الدوزيم، غتجي غيبدا يسب فيا انا ويسب ليا والديا العبيد العياشه. ما تبقاش تقولوا لي بلاد الامن والامان، تهضر معاهم بلاد الامن والامان، بلاد الامن في كاين شي امن؟ ياك الكريساج مشتت فين ما مشيتي، قلت لك ما كاين الكريساج، واحد قطعوا ليه يدو في ايت ملول، واحد بيحيدوا ليه الراس في كازا، واحد بيموت في طنجة، البلبالة مربكة عرفتي. هاد البلاد هادي مخرشة، وداكشي اللي بغاو بغاو يخلونا حنا ديما مخربشين باش هما يديروا اللي بغاو ويعيشوا الحياة وقت ما بغيت الدواء ويمشوا لفرنسا ويخلوا الشعب يموت. السبيطارات تاعنا الدواء الحمر ما فيهمش، تمشي تدخل تعتبروك بحال شي حيوان موت انتحر الا ما عطيتيه الفلوس. هذه حقيقه تاع هاد البلاد هادي. مخير فيكم عارفه، مخير كيمشي يقضي شي غرض في شي اداره في شي سبيطار في اي بلاصه، اش كيدير؟ ضروري الرشوه. حيت جينا في بعضياتنا نسبو هذا نضربو هذا، اش بيتي محمد اش بيتي الدوله اش بيتي هادي، وحنا بينا حقنا. انا كمواطن مغربي باغي حقي، ولا ما عرفتي ما ديروا، ما باغي لا حق لا والو. انا باغي نخوي لكم هاد البلاد هادي، حلوا لينا الحدود بربي. دوك العياشه والعابد ودوك اللي كيقولوا عاش محمد السادس واللي ما عرفت كاع اش كيقولوا، اقسم بالله الا لقيتي شي واحد هنا اللي لقى شويه المصالح تاعو عاش الملك، اللي عايش مزيان عاش الملك، الحمد لله راه ما خصنا والو. وانا كنشوفوا عباد الله كيموتوا، فاش كنطلع شي طوبيس وكنلقى شي مراه كتطلب الخاطر ديالي كضرني، القلب ديالي ما تتحملش. وتجي انت تقول لي سكت، ما غاديش نسكت في هاد البلاد ديال الحريه يا الموت، والحريه راه ما كيعطوهاش ليك، كتخاد. وبالاخص في هاد البلاد هادي خاص تهضر على حقك وتهضر على حقك. وحنا وكوكا انا ما بغيت نسقط الجنسيه تاعي، انا ما بقيتش بين بقى مغربي، انا ما كرهتش نولي صبليوني ولا نولي مارت ونوليها من الموزمبيق كاع، ما عندهمش وما عايشينش. هادو راه عندهم فوسفات 80% اللي كاينه في العالم كاينه في المغرب، 10% كاينه في الدنمارك، 10% كاينه في السويد. شوف السويد عندهم 10% عباد الله، شو كيدايرين؟ شو المغرب عندها 80% عباد الله، 80% اللي كاين في الفوسفات في العالم. اش واش هادي بلاد هادي؟ هذا راه مجرد مسرحيه كيعفصوا علينا كيديروا فينا ما بغاو، مخلينا كي الحمير عاطينا الهاش، كتكون مرتاح كتكون جالس كافر في الدار، ما خدام ما ردام كتكون كافر، الله مخاسم مع مالين الدار وما عرفت شنو. كتخرج كتلاقى مع شي عشير كيف كيبوقك بشي جوان، كتنسى داكشي، كتبدا تدوز شي دريه تقول لها واش هزي الله يتشاتي تيزا، لاقين فينا ما بغانش، شي مدوخينو بالبيران، شي مدوخينو بالسحور، شي مدوخينو بدوزيم، شي
ما كيتشاوروا مع الشعب. الشعب موت انتحر تفرقع، دير اللي بغيتي، تهضر ندوك للحبس القرعه للشعب الوحيد. اليهود الصهاينه ما كيديروا هذا العذاب اللي كيديروا لك المغاربه. دوي على حقك تمشي تجلس على القرعه. دابا هادي دوله هادي، وتتيجو كيف تاخروا بها في كومونتيرات، كيف تاخروا سكوت لا تجلس على القرعه. وكتلقى عنده الباك وما عرض كاعش عنده وبقى كيف تاخر بهادشي. عدي كرهتونا والله الا الله يدير لنا شي تاويل تاع الخير، نخوي لكم هاد البلاد كاع وحق ليلة يلا بينا نخوي لكم هاد البلاد كاع. حنا انا ما بقيتش مغربي، لاكارت ما مقاداش، اش بيت شدوني شدوني لاكارت ما مقاداش. انا ماشي مغربي، اليوم كنسقط الجنسية المغربية قدام العالم. انا ماشي مغربي، انا ما مقادش لاكارت وما غاديش نقادها وما بغيتش نقادها تاع هاد البلاد هادي. انت هاد البلاد ظالمة، دات لينا رزقنا ورزق والدينا ورزق ولادنا اللي جايين، كيسرقوا من الجيوب ديالنا وكيمشيو ما يعيشوا الحياة. قال لك اش خاصك مولاي، برج اكبر برج في افريقيا، اش كاين ابراج بدا في افريقيا باش يكون اكبر فور برج؟ اودي طلعوا لينا فراسكم احرار، كنبغيكم العياشه والعبيد. يديكم فيه، يديكم فيه اليزيز كلاب، تركت بوسه اللي يدي، تركت دوزين. المهم طلعوا لي فراسكم ان شاء الله، ونشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله. و نضال فكره ما كتموتش، باش بيدرو بتشدوني في الحبس غنمشي نخرج ندير نكبتها على هكا. عاش الشعب، عاش الشعب، عاش الشعب، تحيا الاحرار فين ما كانوا. الحكومه الحاليه هي حكومه سكيزوفريني، مازال الشعب المغربي ما برا من الخوانة، مازال ما برا من الاتهام اللي كنتو قدمتو لهم، جدو الشيوعيين المضاويخ الكذابين المجهولين. بالنسبة للفقر نهضروا معاكم، هذا القانون المالي شكون اللي كيجيبو لينا؟ انتوما اللي كتصوتوا عليه، عندكم الأغلبية البرلمانية، كل سنة السيد الوزير كتجيبوا إجراءات جبائية. كنا هاد تخرج العينين كنطلبوه تخرجوه على الناس اللي مستافدين من المال العام، والناس اللي كياخذوا الثروات البلاد، ويكون عندكم الجرأه تاخذوا لهم شي شويه وتعطيو للفقراء. لكن الجرأه عندكم تزيدوا على المواطنين في الضريبه على القيمه المضافه ديال الاتاي ديال القهوه ديال الزبده ديال الزيت، القفه اليوميه ديال الفقراء، كل عام كديروا اجراءات ضريبيه كتزيدوا تثقلوها. هذا اجراء ديالنا حنا، هذا اجراء ديالكم ديال الحكومه. الشعب المغربي باغي منكم الحقيقه والوضوح، ماشي خطاب مزدوج. مره كتلوموه وكتقطعوا لهم التقاعد ديالو وكتزولوا المقاصه وكتحروا السوق وكتحروا الاسعار وكتزيدوا في القيمه المضافه وكتفقروا الشعب. زيدوا في المواد الاساسيه، ما قلبتوا ما لقيتوا منين تجيبوا الفلوس غير من جيب الراجل. مني كيتزاد وانتم عليه بالتيفيه بالضريبه على القيمه المضافه حتى كيموت. حتى الكفن كتطمعوا انكم تاخذوا الطيفية فيه، ماشي عار، ماشي حشومة. هذه الإجراءات اللي بغيناكم تقولوا، قولوا لأبناء الفقراء احنا كانت عندنا الجرأة وحيدنا الضريبة على القيمة المضافة، أشياء اللي أساسية للفقراء. منذ 2014 وأنتم تمارسون سياسة ديال الليبرالية المتوحشة وتخاطبون الشعب بخطاب اجتماعي. السيد رئيس الحكومة ماشي هنا تجيو وتقولوا لنا بانه جميل وسمعناكم، سمعونا بسياسات اجتماعيه حقيقيه، بزياده في الاجور الحقيقيه. بغيتوا تحكموا وديروا داك السياسات تحملوا فيها مسؤوليتكم، وقولوا حررنا السوق وخلنا المواطن في المضاربات وما وزدنا في القيمه المضافه وغلينا كل شيء، وغدا رمضان السلع موجوده، موجوده ايوا باش غنشريوها، باش
كنشوفوها ونقولوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا هو اللي كيقول الشعب المغربي. كلشي كتضربوه وكتقول لي يا واخا الاجراءات وما عندناش الهشاشه والفقر. الاجراء بالله عليكم اليوم سميك قول لي بوجهك، قول لي بازليك اللي عنده 3000 درهم و2500 درهم يعيش اليوم. قول لي باز. شكرا سيد المستشار. قول لي شكرا. 2500 قد يعيش. شكرا سيد المستشار المحترم. شكرا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على رعايته للفن والفنانين.